الحمد لله وصلنا العاصمة بسلام وأمان. الحمد لله الاستقبال كان ممتاز جدا من العاصمة، والرسائل لم تنقطع من المدينة. ثلاث ساعات الرسائل لم تنقطع من الناس تتواصل معنا، وفرحانين وصلنا العاصمة. وبكرة إن شاء الله عندنا حيكون فيه إن شاء الله بإذن الله حيكون في مؤتمر صحفي في المساء، حنوضح فيه يعني الأمور كاملة، وحنوجه كلمة وخطاب إلى الشعب الليبي. لا لا لا.